قابوران قرية كردية تتبع ناحية الراعي في منطقة الباب في محافظة حلب. تم تعريب اسم القرية إلى أثرية من عشائرها كيتكان وعائلة عربية من عشيرة شريرات، وهي عائلة سليمان تم توطينها في هذه القرية في زمن الحزام العربي. من عوائل القرية خشمان كرعو جيبو. عدد السكان حوالي 1100 شخص مع أهالي المزارع التابعة لها، ومساحتها حوالي 1300 هكتار. تبعد عن حلب شمالا حوالي 50 كيلومتر، وعن الباب شمالا 24 كيلومتر، وعن الراعي جنوبا 5 كيلومتر. القرية قديمة، فيها معالم أثرية هورية وبيزنطية ورومانية، وعلى أطراف القرية مقابر قديمة تسمى خشخاش. في العام 2012 سيطرت الفصائل المسلحة السورية على القرية، وقيادات هذه الفصائل كانت تحمل الجنسية التركية، وكانت ترتكب الانتهاكات بحق الكرد، وهدفها هو تهجير الكرد. في العام 2014 ظهرت داعش من بين هذه الفصائل وسيطرت على القرية، واستمرت معاناة الأهالي. في العام 2017 جرت اشتباكات بين داعش والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، استمرت لأسبوع، وانسحبت داعش، والبعض من داعش غير ملابسه وانضم إلى هذه الفصائل، وهم الآن قيادات في الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية. تم الضغط على الأهالي بهدف تهجيرهم وتسكين مستوطنين فيها والاستيلاء على أملاك الأهالي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة، وأتمنى السلامة والعودة الآمنة لأهالي القرية وعودتهم إلى لغتهم الكردية، وشكراً.